إن شاء عندنا الله. إصابات تانية، وفي الأول خالص بنتمنى لهم كل الشفاء، ألف سلامة على ثنائي فريق الكرة الأول في نادي طلائع الجيش، حسام باولو ومحمود سامي. اتعرضوا لحادث سير على طريق الإسماعيلية امبارح بعد ما شاركوا في ودية الإنتاج الحربي، ألف سلامة عليهم. المباراة دي انتهت 1-1 في استاد الجهاز جهاز الرياضة العسكري ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم برضو في مسابقة الدوري. ألف سلامة عليهم. طبعا ألف مليون سلامة عليهم، وإن شاء الله بإذن الله نطمن عليهم ويرجعوا تاني يشاركوا مع فريقهم في طلائع الجيش. لا زي ما بقول لك يعني الإصابات لو ما كانتش في الملعب بتبقى خارج الملعب أو كورونا، فإن شاء الله كل اللعيبة بإذن الله إن شاء الله اللعيبة تكون على مستوى عالي بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الخبر اللي معانا ده بيقول إنه كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش كان حريص جدا إنه يطمئن على حسام باولو ومحمود سامي بعد الحادثة اللي تعرضوا ليها امبارح. كمان اطمن المدير الفني للفريق على جاهزية اللعيبة اللي ما شاركتش في الوديات اللي فاتت برضو بسبب الإصابات، زي عمرو جمال وإسماعيل يسري، أحمد سامي وعاصم صلاح. وهيفتتح الطلائع مبارياته بالدوري بمواجهة بيراميدز يوم 16 على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الأسبوع 20 للمسابقة إن شاء الله.